أنا كلمينا عن تجربتك. يمكن تجربتي أنا شوي مختلفة عن الأخ جميل، قريبة يمكن من تجربة أستاذ بدر. أنا عندي 3 إصابات عيالي بسرطان الدم. طبعا كان الأمر مفاجئ بالبداية، كان الإصابة طفلين منهم، كان أعمارهم 5 سنين وتقريبا 3 سنوات، وقتها أنا كنت حامل يعني بالطفل الثالث. ففاجأوني بالأمر أن التشخيص كان حتى خاطئ في البداية، كان تكسر بالدم. ما وصلنا حق حل لمدة تقريبا 5 سنين، مجرد أنه تكسر بالدم، محتاجين نقل دم. أي طريقة ثانية ممكن إحنا نحاول ندخل فيها مدخل حق علاج جديد ما كان فيه. كل اللي كان مطلوب أنه لازم يكون فيه متبرع يقدر ينقذ هذول الأطفال الاثنين. فانتظروني إلى أن تمت الولادة، وبعدين خذوا الطفل الثالث علشان على أمل يعني أنه يكون ممكن هو متبرع حق أخوانه، فطلع هو الإصابة الثالثة. فكانت المشكلة وايد صعبة بصراحة، وكانت يعني بالنسبة لي طامة، يعني أن 3 أطفال يوميا وضعهم الصحي وايد سيء، يوميا في نزف، يوميا تعبانين، وقضينا تقريبا يعني فترة حياتهم كانت كلها في المستشفيات. يعني لك انك تتصور ان احنا قضينا يعني انا وابوهم 20 سنة من حياتنا بين مستشفيات، وبين هذا بيموت هذا بيعيش، هذا يمكن الحين تعبان، هذا بغيبوبة، كل هذا بأجره اكيد ان شاء الله يعني. باذن الله يعني منهم كانت 5 سنين يعني كانت مستمرة، يعني 20 سنة كانت متقطعة لكن 5 سنين مستمرة. فقدنا فيها يعني 2 منهم، والحمد لله رب العالمين يعني برحمته وعدله يعني أنقذ الثالث من الموت. الحمد لله. لكن يعني التجربة هذه أنا خلصت منها أنه يعني في وايد أشياء مهمة كان إحنا المفروض ننتبه لها بالبداية. يمكن أنا يمكن كأم ما كنت مثقفة صحيا، ما كنت واعية، ما كنت لما أشوف الأعراض اللي مثلا تطلع على أجسامهم ملامحهم ما كنت وايد منتبهة، رغم أن في عندنا تاريخ مرضي بالعائلة، بس يمكن قلة الوعي هي اللي طيحتنا في الفخ هذا. ثاني شيء يعني الأم لازم تكون يعني هي دائما تنتبه حق أي جرس إنذار. يمكن أنا وقتها لهيت يعني في المصيبة نفسها، بس ما فكرت أني أدور عن الأسباب، شنو كانت الأسباب. هم رجحوا أن تكون أسباب وراثية، لكن انصدمت يعني أن ليش تقولوا لي أسباب وراثية؟ أنا وزوجي ما حنا أقارب، ولكن صارت سبحان الله طفرة. سبحان الله صارت بالصدفة. أختمني لو سمحت، المرض هذا بعيد على الجميع، الله يرحم العيال الاثنين ويطول بعمر الثالث إن شاء الله. يعني الغريب في هذا المرض أن حتى الطفل قاعد يصاب يا جماعة، يعني هذا شيء جديد علينا. أي نعم. اللي نعرفه احنا كبار السن، نعرف والله ها كبر بالعمر فوق 70 80 وحوشه هالمرض ويتوفى، لكن الاطفال الان قاعد يحوشهم هذا الشيء. اي نعم، ونادر جدا هذا النوع للاسف. ان نبي توضيح منك، ما عرفت شنو الاسباب، ليش الاطفال ما كان في اسباب واضحه، بس كان ان يعني الجين موروث عند زوجي وعندي، يمكن هو من صوب اهله، انا يمكن من صوب اهلي ما اعرف، ولكن احنا اساسا مو اقارب. لكن سبحان الله الصدفه هي اللي جمعت يعني ونتجنب.